للمزيد من المتابعة من معبر رفح ينضم إلينا رمضان المطعمي مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك رمضان، ترى ما الجديد والتطور الملحوظ في مسار دخول المساعدات من معبر رفح البري إلى داخل قطاع غزة؟ نعم حسن، يعني يبقى المشهد حاله هنا في معبر رفح حركة دائمة ومستمرة على مدار اليوم وفقا لآخر الإحصاءات التي وردت إلينا حول دخول المساعدات. دخلت إلى معبر كرم أبو سالم 91 شاحنة مساعدات تحمل بين على جنباتها مختلف المساعدات الغذائية والإنسانية والأساسية التي يحتاجها قطاع غزة. بالنسبة لشاحنات الوقود، دخلت اليوم عبر معبر رفح 4 شاحنات من الغاز و4 شاحنات من السولار، وهذه هي يعني الشحنة المعتادة اليومية لقطاع غزة، بل زادت أيضا شاحنتين إضافيتين، كان 6 شاحنات اليوم وصلنا إلى 8 شاحنات. وكل هذه يعني الإحصاءات التي نرصدها خلال الساعة على معبر رفح تشير إلى زيادة معدلات الشاحنات والمساعدات بشكل ملحوظ، خاصة خلال هذا شهر إبريل ارتفعت وتيرة المساعدات مقارنة بالشهور الماضية، وذلك وفقا للمصادر يعني المصرية رفيعة المستوى التي أشارت إلى أن الأسابيع القادمة سوف تشهد مزيد من الشحنات المساعدات لقطاع غزة على كافة المستويات. أيضا ما زال المعبر يستقبل عدد كبير من المصابين والمرافقين من خلال هيئة الإسعاف المصرية التي استقبلت اليوم 22 حالة مصابة مختلف الشرائح العمرية، سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن أو النساء، وبينها إصابات مختلفة، بالإضافة إلى 49 مرافقا لهؤلاء المصابين الذين يتم التعامل معهم بشكل مباشر من خلال المستشفيات المصرية، وذلك وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة المصرية. أيضا في بيان لوزارة الصحة المصرية التي أشارت فيه إلى أن خلال هذا الشهر شهر إبريل تم التعامل مع أكثر من 10,000 حالة من المصابين، وذلك لتقديم لهم أكثر من 10,000 جلسة، وهي جلسات الدعم النفسي، بالإضافة إلى الأدوية التي تعمل على رفع الحالة النفسية لهؤلاء. تم التعامل مع أكثر من 1,000 مصاب عن طريق يعني بأكثر من 10,000 جلسة من جلسات العلاج النفسي. أيضا بالنسبة للشاحنات التي متواجدة في محيط معبر رفح، هي ما زالت آلاف الشاحنات متواجدة في محيط معبر رفح محملة بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها قطاع غزة. يتم التوجه عدد من هذه الشاحنات، عشرات من الشاحنات عبر هذا المنفذ إلى متوجهة إلى منطقة العوجة، ثم تعود مرة أخرى بعد عمليات التدقيق والمراجعة إلى بوابة رفح. هذا هو المشهد حتى الآن. حساني، على مسار هذا المشهد والجديد في التطور في دخول المساعدات من معبر رفح البري لداخل قطاع غزة، أشكرك، كنت معنا من معبر رفح. رمضان المطعمي مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا.